مرحبا وشكرا على تابعتكم تك ميشن. اليوم رح نساعدكم تختاروا عدسة الزوم المناسبة لكم بين عدستين تامرون 2875F2.8 سوني 24105F4. تابعوا معنا. قبل ما نبدأ خلوني جاوبكم على سؤالكم اللي أكيد رح تسألوه، ليش الـ 2470F2.8 جي ماستر من سوني ما أنا موجودة بهي المقارنة؟ طبيعي أي مقارنة لعدسات جنرال زوم لازم تشمل الجي ماستر، لكن أول شيء نحن معنا إياها حاليا كانت سوني بعتتلنا إياها لفترة كتير قصيرة مع السوني A7R4، وبقدر لكم ببساطة ومن دون ريفيو الجي ماستر تتفوق على التنتين اللي قدامنا، زوم أوسع من التامرون وفتحة عدسة أوسع من الـ 2405. لهيك إذا فيكم تدفعوا 8000 درهم وشوي وما عندكم مشكلة بحجم الكبير أكيد خدوا الجي ماستر. ملاحظة تانية، ببداية هالشهر سيجما نزلت عدسة 2470F2.8 للسوني E mount، بس طبعا لسه ما وصلت لعنا وأكيد رح نحاول نجربها ونعملها ريفيو بأقرب فرصة ممكنة. نرجع للمقارنة، نحن هون عم نحكي عن General Purpose Zoom، ما عم نحكي عن Wide Angle Zoom اللي بتكون بالعادة 16-35 أو 17-28 بحالة التامرون، ولا عم نحكي عن تليفوتو لينس، عم نحكي عن جنرال زوم لينس. خلينا نبدا بمواصفات كل عدسه، والبدايه مع التامرون 2875F2.8. حبيبه الجماهير، حبيبه مستخدمي سوني بكل انحاء العالم. اكثر عدسه مبيعا بالعالم اليوم، مو اكثر عدسه سوني مبيعا بالعالم اليوم، لا، اكثر عدسه مبيعا بالعالم اليوم على الاطلاق. والسبب بسيط، بتجمع بين جوده الصوره الرائعه والسعر المعتدل. اليوم بتشتروه على امازون الامارات بحوالي 3200 درهم. أهم إيجابياتها تنتين، جودة صورة بتنافس حتى الجي ماستر وفتحة عدسة 2.8 مثل الجي ماستر، يعني أداء ممتاز بالإضاءة المنخفضة. أهم سلبياتها الـ 28 بجهة الواسعة مو 24 مثل الـ 24105 أو مثل الجي ماستر. سوني 24105 واحدة من أنجح عدسات سوني جي، هي جي ما جي ماستر، لكن بدون شك أفضل عدسة من سوني مان جي ماستر، حتى أنه كتار من الريفيورز سموها أفضل عدسة سوني على الإطلاق. أنا شخصياً عم استخدمها من لما اشتريت كاميرا A7 III وما حصل خيبت لي أملي أبداً تحت أي ظرف من الظروف. أهم ميزاتها مجال الزوم الواسع من 24 ل105 من دون أي ضعف بصري، شارب من الطرف للطرف بال24 ومن الطرف للطرف بال105 وبكل محطة بيناتهم. أهم سلبياتها F4، يعني هي عدسة نهارية ما فينا نعتمد عليها بالإضاءة المنخفضة. لنقارن العدستين بالشكل، سوني أتقل بشوي 663 جرام مقابل 550 جرام للتامرون، بتحسسك أنه أتقل بالجودة كمان مو بس بالوزن. تامرون أطول بشوي بس بطبيعة الحال أنحف. السوني في عنده فوكس رينج، في عنده زوم رينج، طبعا البرر رح يطلع بنستخدم الزوم، رمز للجي، ما تنسوا هي مو جي ماستر هي جي، تحته في عنا زر الفوكس هولد، هذا بإمكاننا نغير وظيفته عن طريق الإعدادات بالكاميرا، عنا أوتو فوكس مانيوال فوكس تاجل، وفي عنا كمان الأوبتيكال ستدي شوت فينا نحطها أون وأوف. عموما العدسة بتحسسكم أنه هي تقيلة، بتحسسكم أنه البيلد تبعها ممتاز. نقطة إضافية أنه العدسة في الويذر سيلينج جاسكت هون، وبالتالي هي ويذر سيلت، تحمل شوية مطر ما عنده أي مشكلة، بس طبعا أكيد ما بتحمل تنزل بالماء. تامرون بالمقابل البيلد تبعه كتير بسيط، تامرون حافظت على هالبساطة مشان تحافظ على السعر المتوسط. طبعا بتسمعوا كتير عالم على اليوتيوب بيمسكوا التامرون بيقولوا بتحسوا انه هي رخيصة، يعني الا اذا انت ولدان وبتمك معلقة الجي ماستر ماني عم افهم ليش انت هيك عم تقول. العدسة كتير كويسة، الاحساس فيها كتير كويس، ما بتحسسك انه هي رخيصة نهائيا، على الاقل وهي جديدة مثل القطعة اللي معي هلا. فيها فوكس رينج، فيها زوم رينج، والبرل بيطلع لبرا، على عكس التامرون 17-28 الجديدة اللي الزوم فيها انترنال. شي ما قدرت افهم ليش هيك عملته تامرون، الفوكس رينج تحت، الزوم رينج لبرا، على عكس كل كاميرات السوني الاخرى اللي فيها الفوكس رينج برا والزوم رينج جوا. بتاخد معكم شوية وقت لحتى تتعودوا على هاي النقطة. تامرون ما صارت اكتر العدسات مبيعا من دون سبب، هي عم تعطي جودة صورة رائعة مع F2.8 ثابت ما بيتغير مع الزوم، يعني كمان أداء ممتاز بالضوء المنخفض بسعر كتير مناسب للمصورين، يعني بالعربي هي من العدسات القليلة اللي سعرها أقل من سعر الكاميرا.
لتحقق تامرون هالشي ضحت بالزوم الواسع، العدسة بتبدأ من 28 مو من 24. وإذا بتتابعوا أي يوتيوب عن هالعدسة على الإنترنت رح تشوفوا أنه السؤال بيسألوا دائما هو هل 28 واسعة بما فيه الكفاية لاستخدامكم؟ الجواب بالنسبة لي أنا على الأقل لا. أنا لما بسافر بسافر مع زوجتي وبنتي، لما بشوف محل حلو بدي أخذ صورة للمكان بحد ذاته، كمان بدي صور ألين وجوليا بهالمكان. فبالنسبة لإلي الـ 24 واسعة بما فيه الكفاية لحتى تعطيني لاندسكيب حلو، وبعدين 50 أو أعلى بصور زوجتي وبنتي. هذا الشيء كتير مهم بالنسبة لإلي، مو بس لأنه الـ 24 بتعطيني حقل رؤية أوسع، بس الأهم أنه الـ 24 بتعطيني المظهر تبع الوايد أنجل اللي بيعطي هيبة أكتر للصورة. لحتى نقارن، هي صورة مصورينها بـ 24 مليمتر وهي نفس المكان مصورينه بـ 28 مليمتر. فإذا صور ألين وجوليا بيكونوا 50 وطالع، أو لحتى أكون دقيق أكثر، الستايل تبعي أنا هو بصور 70 وطالع بالنسبة للبورتري. وهذا هو الشيء اللي بياخذنا على النقطة الثانية المهمة بالفرق بين العدستين، الـ 105 بالطرف البعيد بالسوني. الـ 105 بتعمل فرق كبير بتصوير البورتري أكثر بكثير ما بتتخيلوا. صحيح أنه التامرون F2.8، ولكن بضوء النهار بتختفي هالميزة تماما، لأن رح نصور F4 أو أعلى بكل الأحوال. وهون بيجي الزوم البعيد ليعملنا البوكي اللي كل العالم بتحبه. صور بورتري بالسوني 24-105 وقت من صورة أبعد من 90 هي صور رائعة بكل المقاييس، وبتتفوق على التامرون تماما. مو بس بوكي رائع بضوء النهار، كمان شاربنس مذهلة بفضل التثبيت البصري بالعدسة اللي بيشتغل مع التثبيت داخل جسم الكاميرا IBIS ليعطينا نتائج كتير حلوة. طبعا هالشي ما بيعني بأي شكل من الأشكال اني عم أقول انه التامرون ما عدسة كويسة للبورتري، بالعكس تماما. ما تنسوا انه التامرون هي F2.8 وبالتالي رح تعطينا البوكا والعزل، كمان هي عدسة شارب لأبعد الحدود، وبالتالي رح تعطينا الدقة الرائعة على وش الشخص اللي عم نصوره. المسألة هون مسألة ستايل الحقيقة. أنا شخصيا بفضل اني صور البورتري من بعيد. أساسا عدستي المفضلة للبورتري هي الـ 135 F1.8 G Master. إذا كان ستايلكم مثل ستايلي وبتحبوا المظهر الكومبرست تبع التصوير عن بعد، أكيد رح تفضلوا الـ 105 على الـ 75 بالطرف البعيد لهالعدستين. منيجي على جودة الصورة وتحديداً دقة الصورة Sharpness. إذا منقارن العدستين بنفس البعد البؤري وفتحة العدسة، كتير صعب نميز بين التنتين. التامرون عملاقة Sharpness وهي واحدة من أهم صفات العدسة، وهالشي ما بيخبي حاله أبداً. بس السوني 24-105 ما بتقل عنا أبداً، وبقدر أقول براحة أنه بموضوع جودة الصورة إذا استثنينا الإضاءة المنخفضة ما في فروقات بترجح واحدة على الثانية. طبعاً ما تنتظروا مني أعمل لكم بيكسل بيبينج وقارن العيوب البصرية بدقة، هي مو مجالي ولا خبرتي. أنا بقدر علق أكتر على الاستخدام العام، لكن بهالمجال وبصورة عامة الديستورشن أكتر بالتامرون والفينيتينج كمان، بس ما في شي صعب تصحيحه باللايت روم أو بأي سوفتوير تاني. السوني 24-105 هي من أفضل عدسات سوني من حيث العيوب البصرية، شبه معدومة. بس في كمان نقطة مهمة بترجح كفة التامرون، اللي هي التصوير عن قرب. هي العدسة بتقدر تركز على شيء على بعد 19 سنتيمتر عنا، بمقابل 38 سنتيمتر للسوني 24-105. هذا الشيء بيعمل فرق كبير إذا كنا منصور بالأعراس على سبيل المثال، لأن صور الخاتم والتفاصيل الدقيقة بنحتاج أنه نقرب فيها أكثر. طبعا هذا الشيء ما بيعني أنه التامرون هي عدسة ماكرو، بس هي ما بعيدة أبدا عن الماكرو، يعني فيها تشتغل شغل الماكرو إذا احتاجناه من دون ما يكون معنا عدسة ماكرو. بالنسبة للأوتو فوكس، طبعاً السوني بيشتغل فيه الأوتو فوكس مع كاميرات سوني بمنتهى الدقة والسرعة، ما في أي مشاكل تجاه الأوتو فوكس. التامرون كونه ثيرد بارتي، ممكن نفكر أنه هل يا ترى الأوتو فوكس تبعه بنفس السرعة والدقة؟ الجواب هو نعم. في نقطة أنه سوني بتمتلك أسهم بتامرون حوالي 15%. في نقطة تانية أنه هاي العدسة مصممة خصيصاً لكاميرات سوني E-Mount Mirrorless، يعني مو مثل عدسات سيجما اللي كانت مصممة للDSLR وصار في أدابتيشن لحتى تتناسب مع السوني. الأداء للأوتو فوكس بالنسبة للتامرون ما بيخيب الأمال أبداً، وما بتحسوا نهائياً أنه هي ثيرد بارتي لينس. ذكرت نقطة متعلقة بأنه التامرون ما فيها تثبيت بصري للصورة OSS، بس اللي بيستخدم كاميرات سوني A7III أو A7R3 أو أحداث ما بيهمه الموضوع كتير، لأنه الكاميرات هي فيها IBIS اللي هو التثبيت داخل جسم الكاميرا اللي بيعوض عن غياب التثبيت بالعدسة. في نقطة تانية أنه في عموماً سوء فهم للتثبيت البصري سواء بالعدسة أو بجسم الكاميرا. في كتير يوتيوبرز شفتهم عم بيقولوا أنه مهم للفلوجات لأن بحمل الكاميرا وبصور. هالشي الحقيقة مانو دقيق. التثبيت البصري بيلعب دور بالصور الفوتوغرافية مو بتصوير الفيديو. بيأثر على الفيديو أكيد، بيمنع الاهتزازات الدقيقة، لكن ما بيعوض عن استخدام الجيمبل أبداً. أما لما بتعتم الدنيا فبيجي دور التامرون. هون الـ F2.8 والأداء البصري الممتاز بيخلوها عدسة ممتازة للتصوير بالإضاءة المنخفضة.
حكينا قبل شوي أنه التامرون ضحت بالزوم الواسع لتحافظ على توازن جودة الصورة مع السعر. السوني بالمقابل ضحت بفتحة العدسة لتحقق هالشي. F4 ثابت هو أكتر من ممتاز بالنهار وكتير صعب نحتاج أكتر منه، حتى لما بيكون عنا ظل، لأنه كاميرات سوني تتميز بالدايناميك رينج. بس لأن F4 فهي عدسة نهارية، طبعا ممكن نعتمد على الـ ISO خاصة بكاميرا مثل سوني A7S II لنصور فيها بالليل، بس طبعا هالشي بيأثر سلبا على جودة الصورة. تامرون بالمقابل عند F2.8 أفضل شي فينا ننتظره من جنرال زوم، أداء ممتاز بالإضاءة المنخفضة. فإذا تامرون بتتفوق بالإضاءة المنخفضة وبالسعر طبعا، السوني بتتفوق بالرينج الواسع للزوم من 24 ل 105، بالقوة، بالمتانة، بالأزرار الخارجية وبالأداء البصري الممتاز. طيب أنا بشو بنصح؟ بالنسبة لإلي سيناريو المثالي واللي هو عمليا أنا معتمده بالتصوير تبعي هو 24-105 كعدسة نهارية وجنرال بيربس، ومع الاعتماد على برايمز. أنا بسافر دائما بيكون معي على الأقل 2 برايمز مع هاي العدسة، واحدة منهم دائما بتكون 24mm جي ماستر F1.4، والتانية على الأغلب بتكون زايس باتس 85mm F1.8. هيك بكون غطيت اللاندسكيب بال24 وحتى جنرال بيربس والستريت فوتوغرافي والبورتري بال85 بالإضاءة المنخفضة. أما بالنهار فبعتمد بشكل شبه كامل على ال24-105. طبعا تامرون بتعود عن موضوع الإضاءة المنخفضة لأنها F2.8، يعني ما أنا F1.8 أو F1.4، بس 2.8 ما نسيء أبدا أبدا بالإضاءة المنخفضة. لكن هل هي بتكفي أني سافر فيها لوحدة؟ أنا شخصيا ما رح تكفيني، لأنه ال24 ما أنا واسع بما فيه الكفاية، وال75 ما أنا قريب بما فيه الكفاية بالنسبة لي. ولكن ممكن نكتفي بعدستين، مثلا تامرون مع زايس باتس 18mm F2.8 ممكن يعملوا مزيج كتير كويس لعدة سفر مشان تصور بمختلف الحالات. بس إذا مصممين أني أعطيكم رأي نهائي وقاطع ووحيد، وإذا سألتوني أنه إذا في عدسة واحدة بس بدي أشتريها للسوني شو معقول تكون هاي العدسة، أكيد ومن دون تردد رح أنصح بالسوني 24-105 F4. شكراً لمتابعتكم هالفيديو، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وأنا بشوفكم بالفيديو القادم.